أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. أشرف دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عمليات الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة. وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع في 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية. وأوضح أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وجود سعرين للصرف. وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. للتعليق على هذا الأمر بينضم إلينا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار، أهلا بحضرتك، برحب بيك معنا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك، يعني في البداية يعني كيف ترى قرار الإفراج عن البضائع في ميناء الإسكندرية؟ يعني حابين نتكلم على أهمية هذا القرار في الوقت الراهن. هذا القرار بيأتي في إطار حرص الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق وتوفير المزيد من السلع. في هذا الإطار الدولة حرصت على توفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الأساسية من الجمارك المصرية، وهنا نتحدث عن السلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، مستلزمات الإنتاج. ولذلك يعني حرص دولة رئيس الوزراء بناء على التوجيهات الرئاسية بمتابعة الإفراج عن السلع والسلع الأساسية التي أشرت إليها على أرض الواقع من ميناء الإسكندرية. وفي ذات الوقت أيضا هناك موانئ أخرى شهدت أيضا الإفراج عن البضائع المتواجدة لديها، وهي موانئ دمياط والسخنة والدخيلة. نحن نتحدث عن جهود تقوم بها الحكومة، جهود كبيرة من أجل الإفراج عن السلع الأساسية. ويعني نستطيع القول أنه منذ الأول من مارس وحتى أمس تم الإفراج عن نحو 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، ونحو 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج لدى الجمارك. طيب يا فندم، حابين نتكلم على تأثير هذه الإفراجات عن الأسعار. هل السوق هيشهد انخفاض في الأسعار في الوقت، يعني في مدة زمنية قليلة، ولا هنشوف ده يعني في خلال مدد أطول؟ يعني بطبيعة الحال منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتوافر السيولة الدولارية للدولة تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية، وإن شاء الله سوف تستمر الأسعار في الانخفاض تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة. توافر الإفراج عن تلك السلع من الجمارك المصرية يساهم في زيادة المعروض من تلك السلع في الأسواق كما ذكرت، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بجانب أيضا الرقابة التي تقوم بها الدولة على أسعار السلع في الأسواق، وإلزام الشركات المصنعة والموزعة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة، وهو ما يعني يسهم أيضا في الحد من ارتفاعات الأسعار. بجانب أيضا سعي الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي لضبط سعر صرف العملة سعر صرف الدولار في السوق النقد الأجنبي، كافة تلك الجهود تسهم دون شك في ضبط أسعار السلع. سيادة المستشار، هل هناك بضائع بعينها أو سلع لم يتم الإفراج عنها حتى هذه اللحظة من الموانئ؟ يعني احنا شفنا مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي النهارده كان بيتكلم على إنه كل السلع الأساسية تم الإفراج عنها. هل هناك سلع بعينها لسه لم يتم الإفراج عنها؟ وعايزين نعرف برضو يعني تكلفتها كام، يعني لأنه في كلام بيتقال إنه في الموانئ أكتر من 14 مليار دولار، بضائع ب 14 مليار دولار. حابين نعرف ده وحابين نطمن الناس أكتر. يعني يعني في الحقيقة كما أشرت وكما أوضح دولة رئيس الوزراء اليوم أنه الأولوية ستكون للسلع التي أشرت إليها، وهي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وكذلك أيضا يعني يعني تلك هي السلع الأساسية التي تمثل الاقتصاد المصري وتمثل المواطن المصري، وبالتالي فإن تلك السلع سوف تحظى بالأولوية خلال الفترة المقبلة.
فيما يتعلق بأي سلع أخرى يعني سوف بطبيعة الحال في حالة توافر السيولة الدولارية وفي حالة توافر القدرة على يعني في حالة توافر القدرة على إنتاجها محليا فهذا الأمر يعني محل أولوية بالنسبة للدولة لأن الدولة تسعى لتعميق الصناعة المحلية وترشيد فاتورة الاستيراد وبالتالي يعني كما أعلن دولة رئيس الوزراء هناك حاجة ماسة لمنح الأولوية للسلع التي أعلننا عنها اليوم باعتبارها ذات أولوية للاقتصاد المصري وكما نعلم أن تلك الإجراءات ضرورية من أجل ترشيد فاتورة الاستيراد حتى نتمكن من الحفاظ على الموارد الدولارية وندير تلك الموارد إدارة رشيدة ونتمكن أيضا من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. احنا بنتكلم على انخفاض كم في المية في الأسعار مثلا بنتكلم 20% ولا 30% لو يعني اتكلمنا على أسعار السلع تحديدا أسعار السلع يا فندم دي حاجة هتظهر خلال الفترة المقبلة فيها الأسواق يعني ما أقدرش أقول لحضرتك حاليا نسبة معينة ولكن الانخفاض سيبدأ انخفاض تدريجي خلال الفترة المقبلة يعني خلال الفترة المقبلة سنشهد انخفاضات مستمرة في أسعار السلع في الأسواق حتى تصل إلى السعر العادل لها بعيدا عن الارتفاعات التي شهدناها الفترة الماضية. نقدر نقول يعني أنه مع بداية شهر رمضان الكريم هيشهد أو هيشوف المواطن بشكل كبير أثار هذه القرارات مع انخفاض الأسعار يعني؟ إن شاء الله يعني هنشهد مع خلال شهر رمضان وخلال الأسابيع المقبلة المزيد من الانخفاض كما ذكرت. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى حضورك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا 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 يا فندم. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.